السمنة من أكثر الظواهر والمشاكل الصحية اللي بتظهر على مستوى العالم بشكل كبير جدا. تعريف منظمة الصحة العالمية إن هي دهون تتراكم في الجسم فتؤثر على الصحة. ومن ضمن أيضا الدراسات اللي اتعملت كيف تؤثر السمنة على الصحة النفسية والعقلية قبل الجسدية كمان. تتخيلوا الموضوع معقد معقد وكبير جدا، فلذلك ده بيستوجب إن احنا نعتني بيه، خاصة لما نيجي بقى نشوف الإحصاءات اللي اتعملت إزاي بتصيب الرجال والسيدات وأثرها كمان الصحية. تعالوا نفتح الملف ده بالتفصيل مع دكتور إيمان حبيب رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للتغذية، ضيفتنا في 8 الصبح. صباح الفل يا دكتور إيمان. صباح الخير على حضرتك وعلى جميع المشاهدين، وسعيدة أنا معاكم. منورانا يا دكتور. ربنا يبارك حضرتك. السمنة يعني مشكلة بالنسبة لنا قديمة حديثة، يعني حاجة مش جديدة بالنسبة لنا، لكن ما بين الحين والآخر لابد إن احنا نذكر الناس كده ازاي نقدر ان احنا يبقى لينا نظام صحي يومي، روتين يومي صحي، النمط اليومي. حاجات كتير بنسمعها لكن بيكون في توقيتات معينه صعب ان احنا نطبقها. الاول نتكلم على السمنه بشكل عام. السمنه بصي هي قديم، هو مرض قديم، بس الحقيقه هو بيتفاقم. يعني احنا في بانديميك، يعني عندنا نوع من انواع الوباء كده. السمنه بقت معدلاتها في مصر بالذات عالية قوي. احنا تقريبا ما يقرب من 40% من سيدات مصر يعانوا من السمنة، اكتر من 25% من الرجال، حتى المراهقين بدأت معدلات السمنة عندنا بتزيد بمعدل غير مسبوق. عشان كده بنقول احنا عندنا مشكلة لازم ننتبه ليها كلنا من دي وان، من أول يوم في حياة الطفل الصغير لازم نبقى مركزين قوي. لو عندنا أي عامل من عوامل اللي بتساعد على إنه يحصل سمنة لازم ننبه ليها علشان ناخد بالنا. الوقاية ممكن تبقى عوامل الوراثية؟ أكيد أكيد السمنة ليها أسباب كتيرة قوي. منها عوامل وراثية، منها نمط الحياة اللي احنا عايشينه، بعض الأمراض بتأدي إنه يحصل فيها سمنة، حاجات كتيرة قوي قوي، العامل السن، عامل اختلال الحمل والولادة، حاجات كتيرة قوي ممكن تؤدي إنه يحصل سمنة. بس لو احنا منتبهين واخدين بالنا من ازاي الوقاية، مش هنخش في المرحلة بتاعت إن احنا بقينا في المرض. لأنه لما بنوصل للأسف لمرحلة السمنة عملية الرجوع للوزن الطبيعي بتبقى عملية صعبة جدا، معقدة، بتحتاج مجهود عالي جدا، بتحتاج إرادة من المريض، يعني نسبة نجاحها بتبقى ضعيفة إلا للناس اللي بتلتزم وبتحاول فعلا تعمل لايف ستايل تشينج، تغيير لنمط حياتها. هو ده الرقم واحد في علاج السمنة، هو تغيير نمط الحياة. هو ده المفتاح. لأن أنا مهما عملت نظام غذائي وانا حاطه في بالي ان دي فتره وهتعدي، انا بمجرد حتى لو خسيت في الفتره دي، بمجرد ما ارجع تاني لنمط حياتي العادي هرجع تاني ازيد في الوزن، وللاسف بيحصل زياده يمكن اكتر من الوزن الاول. فعشان كده احنا بنقول ان مفتاح علاج السمنه هو اللايف ستايل تشينج، تغيير نمط الحياه. حلو العنوان ده، لكن تطبيقه بيكون صعب بالنسبه للناس. صعب لانه ما فيش. لو حد بيتفرج علينا وبيقول لك ابتدي منين يا دكتور؟ نبتدي منين؟ نبتدي من احنا عندنا نمط الحياه بيعتمد على بعض الركائز كده. انا باكل ازاي؟ انا بتحرك ازاي؟ انا عايش ازاي؟ يعني بصحى امتى وبنام امتى؟ بشرب ايه وبشرب امتى؟ هو ده. وحركة وعيش حياة. أنا عايش إزاي؟ لو أنا ركزت على الجانب بتاع الأكل اللي هو الناس كلها متخيلة إنه هو ده العلاج الوحيد، لا هو مش ده العلاج الوحيد. الأكل طبعا لازم أخد بالي كويس قوي من المدخول، لأنه إذا ما كانش متساوي مع الخارج، الطاقة اللي خارجة الحرق بالظبط. يعني قانون نيوتن الأول، قانون الحياة، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. أنا طالما أكلت الأكل ده جوه له طريق من اتنين ملهمش تالت، يا إما أحرقه يا إما هيتخزن دهون، ما فيش حل تالت. يبقى أنا لازم أركز في اللي داخل ده يكون على قد احتياجاتي. ما كلش كمية أكبر من الطاقة اللي أنا ببذل. طب كلت، يبقى أعمل في حسابي أن أنا هقوم النهاردة أعمل شوية مجهود زيادة عشان أحرق اللي أنا كلته، يا إما ديفنتلي هيكون النتيجة عندي شوية دهون اتكومه.
مع يوم في التاني في سنة في التانية دفنت للهدوم مش هتدخل. بالظبط كده. رقم اتنين اني احاول اظبط نمط الحياة، يعني الصحيان بدري مهم، النوم بدري مهم، لانه السيركاديان ريزم اللي هو نظام النوم والصحيان بيتحكم في كتير من هرمونات الجسم اللي هي بالتبعية بتأثر الساعة البيولوجية، الساعة البيولوجية بتاعتنا اللي هي طبيعي بتأثر على معدلات الحرق. يعني النوم البدري والصحيان بدري ده بيحسن معدلات الحرق طول اليوم. العكس صحيح، السهر طول الليل ده بيشوت داون، بيقفل معدلات الحرق. يعني طبعا طبعا يا جماعة في كلمات سر احنا بنعرفها النهارده من دكتور ايمان لاول مره. اكيد اكيد. انا ما يعني ما ينفعش ابقى انا ملخبطه كيمياء جسمي هرمونات جسمي واجي بعد كده اطلب من جسمي ان يمشي مظبوط. الحركه، احنا فعلا فعلا نعاني من السيدنتري لايف، حياه يعني خامله فعلا. احنا عشان نخرج من هذه من هذا التعريف من هذا اللقب لازم يبقى على الاقل عندنا 30 دقيقه يوميا رياضه. طيب دكتور عشان بس نكون واقعيين شويه، ناس كتير هتقول لك انا ما بقدرش العب رياضه، انا موافقه، مش عايزه اروح الجيم ولا عايزه العب رياضه ولا عايزه امشي في التراك، بس على الاقل اطلع السلم. يعني اخرج امشي لغايه مركب مواصلات، مش اركب المواصله من تحت باب البيت، امشي 5 دقائق، انزل قبل مكان شغلي مثلا ولا المكان اللي رايحه بخمس دقائق مش مش هجري. يعني حاجات بسيطه بس هتفرق، ان انا بجري الدوره الدمويه، بعرف الخليه ازاي تحرق. لان احنا احنا قافلين كل حاجه، احنا بننزل نركب العربيه من باب البيت لباب المكان اللي احنا رايحينه، نركب الاسانسير، قاعدين على الكنبه، يعني حتى واحنا معظم الناس شغلها وهي قاعدة. طب تقولي ايه يا دكتور ايمان للناس اللي اتجهت للعمليات الجراحية اللي هي بتاعت شفط الدهون وشبيهاتها بقى عشان تقلل الوزن؟ يعني هو انا باعتباري دكتور تغذية، مع ان بعضهم كمان بيتبع حمية غذائية بعدها. هو مضطر. هو للأسف طبعا انا مش ضد العمليات الجراحية، ولكني لا احبذها اطلاقا. مش ده الفيرست تشويس ابدا للعلاج. طبعا بيبقى ليها احيانا انديكيشن، متطلبات، يعني خلاص ما فيش غير الحل الجراحي. ده لما تبقى معدلات السمنه المفرطه اللي هي خلاص بقى احنا عدينا كل الحلول. ولو اني برضو الحاله دي قبل ما اقول لها روحي جراحه، لازم تبقى هي مدركه انها هتغير نظام حياتها برضو. يعني هو الجراحه مش عصايه سحريه، هو بيخس بعد العمليه فعلا، المريض بيخس وبيخس بشكل عنيف، بس للاسف هو بيخس لانه بيتحول لانسان مريض. هو حصل جوه تغيير فسيولوجي كامل في الجهاز الهضمي، هو احنا عملنا خلل وعملنا ضعف في قدره الجهاز الهضمي على الهضم والامتصاص. فبالطبيعيه النتيجه ان هو مش عارف ياكل فخلاص بيخس. طيب هل في حالات من اللي عملت العمليات دي رجعت تاني في الوزن؟ وكتير وكتير. ليه؟ هو بيخس اول 3 4 سنين مع الدافع والحماس، بيرجع بيتاقلم على وضعه الجديد في خلال كمان 2 3 سنين. بعد كده بيرجع تاني خلاص. هو ما غيرش ستايل حياته، حتى طبيعه اكله ما غيرهاش. هو بيتجه للحاجات اللي بتديله كالوريز عاليه قوي، وبتديله التيست اللي هو عايزه اللي هي غالبا بتبقى الشوكولاتات والسكريات والحلويات، هو ده اللي هو عايزه. تخيل طيب سؤال يا دكتور ايمان بدون مقاطعه حضرتك، لانه معلوماتنا كتير في الموضوع ده، محتاجين نحاول ان احنا نوجز قدر الساعه ونعمل سلسله حلقات. لكن عايزه اربط الموضوع ده بفقره قادمه هي في ليها علاقه بالصحه النفسيه. فهل هنا لو حد جالك وعنده مثلا بيلوميا او اللي هو الاكل العاطفي او الشرح في الاكل، هنا انت بتحوليه لطبيب نفسي او معالج نفسي، ولا بتشتغلي على الدايت والحميات والنظام الغذائي؟ في بعض الحالات النفسية اللي ليها علاقة بالأكل، اللي هي الأنوركسيا نيرفوزا والبوليميا نيرفوزا، دي حالات توصفها الأول إنها مرض نفسي. بتيجي بأعراض تغذوية، ماشي إحنا بنتعامل معاها من حيث إن إحنا بنحاول نصلح النمط الغذائي ونديله مكملات غذائية، لأنه الجسم بيبقى في حالة وهن وضعف وسوء تغذيه. لكن العلاج الاساسي هو علاج نفسي. جميل جدا. لكن السمنه كتاثير نفسي، طبعا السمنه ليها تاثير نفسي خطير. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمان حبيب رئيس قسم التغذيه الاكلينيكيه بالمعهد القومي للتغذيه، نورتينا وافدتينا. اشكرك شكرا جزيلا. صباحكم زي الفل مشاهدينا الكرام، كملين معكم بعد الفاصل، انتظروا باقي فقرتنا ومشاهده ممتعه معنا دايما.